طب انا عندي 47 سنه يا دكتور ميه، بقول كده ليه؟ انا وانا في الجامعه كنت اشوف زميلات من اسر ميسوره الحال جدا قوي خالص بيتخطبوا من واحنا في الجامعه ويتجوزوا واحنا في سنه ثالثه او في سنه رابعه مثلا، وبيبقى الكلام اللي داير، الكلام ده بقاله اكتر من 30 سنه، هو الكلام اللي كان يدور وقتها انه وليه ما تجوزش، وبعدين هو البنت ليها ايه غير انها تتجوز وتخلف، مش لازم تشتغل، وهي خريجه جامعه راقيه وتخصص جميل ورائع ومطلوب الى اخره. فدي نقطه، احنا ازاي هنقدر نفهم الناس ان المساله ما هياش متعلقه، عشان مش عايز الناس تفهم مساله التمكين الاقتصادي بمعنى ان احنا بنتوجه بس لفئات بعينها. طب ما هو في ناس ميسوره واغنياء وبيفكروا بنفس الطريقه، انا هتجوز واخلف وربي العيال، ولقينا انه اغلب الزميلات دول خلفوا 3 و4 عيال فعلا مش هزار، وهم متعلمين، ولاد متعلمين ومن اسر اغنياء الى اخره. استاذ يوسف، النقطه اللي حضرتك حطيت ايديك عليها دي نقطه غايه في الاهميه. زمان كنا بنقول يعني، طبعا احنا تقريبا انا وحضرتك نفس الجيل، بس خليني اقول لك ان زمان كانوا يقولوا لنا ايه، العلم التعليم سلاح للبنت، صح؟ البنات دلوقتي بقت كلهم متعلمين، معظمهم متعلمين. احنا بنقول النهارده ان العمل هو سلاح البنت، او لان بدون عمل الظروف الاقتصاديه على فكره على كل المستويات، يعني البيت اللي بيبقى فيه مشاركه بين الرجل وزوجته في الدخل اكيد مستواه الاقتصادي هيبقى افضل. الاسره اللي بتنشا على اجتهاد، صدقني اولادهم هيبقوا طالعين حاسين بثمن المجهود اللي الاب والام ده بيدفعوه عشان يجي الفلوس. انما لو سيبنا الولاد علشان احنا عندنا الفلوس، ده احنا شعب يعني المفروض متربين على لو خدت من تل فلوس هيختل في يوم من الايام. مفترض لازم نربي نشأ عارف ان العمل مش بس عشان يبقى عنده فلوس، العمل ده عمل عباده، العمل للسيده وللرجل، وقيمه وتحقق وكل حاجه، قيمه وتحضر. وعلى فكره السيدات اللي بتخرج وبتشتغل وبيبقى عندها وعي ايه اللي بيحصل في المجتمع في غايه الاهميه، بترجع لبيتها عندها يعني وعي، ممكن نقول هيبقى في مجهود عليها كبير، وهيبقى عمل يعني عمل في البيت وعمل بر جوه البيت وبره البيت مجهود كبير. السيدات بتخرج من سوق العمل عشان المجهود ده في كتير ما بيقدروش عليه. بس عايزه اقول لحضرتك على حاجه برضه، اتفضلي. السيده اللي داخل المنزل وبتربي ولادها وبتعمل مجهود وعارفه ان اسرتها الصغيره دي بمجهودها اللي داخل المنزل مهم وبينجح، انا ما بقللش بتاتا من صح. عمل من عدم نزول السيده للعمل، لا ده على فكره الست اللي قاعده في البيت كمان بتشتغل، هي بتعمل مجهود طبعا وبتنتج بدل ما تودي دروس وبدل ما تعمل يعني في حاجات كتير قوي بتعملها في البيت هي لوحدها. بس انا بقول ان السيده اللي بتخرج للعمل فرصه الانجاب اكثر من طفلين بتبقى اقل، ده بالطبيعي. مظبوط مظبوط 100%. وعايزه اطمن بس الناس، السيدات اللي في الطبقه اللي حضرتك بتتكلم عليها، صدقوني الولاد بيبقوا فخورين جدا ان امهم بتشتغل، فخورين جدا ان مامتهم مديهم وقت اثناء كل المجهود اللي بتعمله. وبنربي جيل عارف ان الابن اللي بيلاقي مامته بتشتغل صدقني بيبقى عنده احترام لدايره العمل اللي بتبقى فيها زوجته، فبيتربى كمان شاب قوي جدا وشاب متعاون جدا وزوج يعني بيهتم بزوجته، مش بيبقى حاسس ان كل الحاجات دي المفروض طبيعي جدا تبقى موجوده في المحيط بتاعه. احنا بقى بنقول للبنات دلوقتي خلي بالكم كمان ان الحياه الاقتصاديه في المرحله دي لا محتاجه العمل، محتاجه الانتاج، اشتغلي من البيت. على فكره بقى في شغل دلوقتي بنقدر نعمله من البيت كتير، في سيدات كتير بتقوم بمشروعات صغيره ومتوسطه داخل البيت، كل ايد لازم تنتج. لو احنا بنفكر النهارده يعني سعدت جدا بالسياده الرئيس لما قال هذا المشروع مش مشروع تنميه الاسره المصريه، ده مشروع تنميه الدوله المصريه. صحيح، البلد كلها هيبقى فيها نهضه، هيبقى فيها عمل، وبنشوف الدول اللي بتشتغل فيها كل الناس بتصل لايه استاذ يوسف، بتصل الى مراتب كبيره جدا من التمكينات ومن الاقتصاد اللي فيه رفاهيه. انما احنا عايزين كل الناس تشتغل، عايزين الناس تجتهد. وعايز اقول لك ان الستات كمان يعني انا بقول يعني دور انتاجي، بس والله احنا بنشوف سيدات بتعمل
اعمال اكثر من رائعه من داخل منزلهم وبتعمل شغل ومنتجات متميزه. عشان كده احنا ركزنا على المشاغل وخروج منتجات ممكن قابله للبيع وقابله للانتشار. طالما السيده عايزه تاخد بالها من ولادها وتشتغل في البيت ليه لا؟ ما تشتغل في البيت وتنتج وتاخد عائد يضر يعني بنجاح عليها وعلى اسرتها. يا رب ان شاء الله، ان شاء الله بكل التوفيق يا دكتوره. اشكرك جدا 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 دكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراه في حديث على الجلسه النقاشيه بتاعت النهارده، تنميه الاسر المصريه، او يمكن زي ما اشار اليها الرئيس هي تنميه للدوله المصريه بشكل